الدرجة لا بتعرف طرزك كتير. فوت اطلع عزال طاقتي. شو في خير؟ من أول ما شفتك ما حبيتك. لا طب شو قصتك؟ ما فيني أشتغل هيك عباس. معجوقة. مسؤولية كتير عم تتراكم على كتافي. طب شو بدي أعمل إذا الشغل ماشي ما بقى لحق أنا، ما بقى لحق. ما بقى لحق أنا، ما بقى لحق. فهمت ما بقى اطلع حق. فهمت. ايه؟ شو بعمل لك بهالحالة؟ بدي حدا يساعدني، ما فيني أشتغل لوحدي. منين بدي أجيب لك حدا يساعدك هلا؟ مين في يساعدك؟ أنا يا أخي أبو رياض أنا. بس كمل النقل بالزعرور أبو صبحي. يعني طبعاً. أنت شو خصك بالطبخ معلم أبو صبحي؟ لا يا عباس زبط كلامك أحسن لك، أنت ماضي ما بتعرف. شو الماضي؟ ما بتعرفني أن أبداً. أنا بالحبس لما كنت بالحبس كل المحابس ومسؤولين المحابس ما يأكلوا إلا من إيدي. مظبوط. على طبخ. وين؟ بالحبس. بدك تخليه يشتغل وهو شاغل بالحبس وبالحبوسه وخرج على الخير. يا اخي ليش اكل الحبوس؟ شو المشكله؟ طيب لحظه، مسؤوليتك انت قبلين؟ انت قبلين يشتغل معك ابو صبحي؟ يا 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 طبعا طبعا اكيد. ولو يا ابو رياض يعني انا برفع عني المسؤوليه ما خصني؟ ايه يا اخي ما بده مساعد يطبخ؟ هلا خلص اعطيه الوزرة. تفضل يلا تفضل ربوط لشغل. ما بقى فيه بدي اظهر اني للحق برا لانه العالم صغير. بطلي هيدي بس يلا بلش الشغل. بلش الشغل هيك يلا بلش بالطلبيات. ابو صبحي ولك ايه اكل حبوسي لشو عم يحكوا يا اخي؟ قول بتنفذ التعليمات مثل ما بقول لك، لانه انا شايف عالمي، انا المقادير تاعولي ما فيني خربط فيهم. انت اعطيني المقادير وانا بنفذ لك اياهم حرفيا يا ابو رياض. يا ضرب العالم. يلا جاهز؟ ايه عم ابو رياض. ايه حبيبي. عم تشوف فريد شي؟ مين فريد؟ فريد ابني. ليه؟ يا خي هلا انا وجاي وقفني الكوماندون صار يسالني عنه. والله؟ ايه. ما تقول لي فريد، هلا ما وقت فريد، ما بدنا نضيع وقتنا. طيب. هذا تايم از ماني، نحن لازم نشتغل هلا، بدنا نكون شغلنا كثير سريع. يا خي بلا فريد، خلينا نشوف شو بدنا نعمل وانا بامرك يا ابو رياض، يلا شغل. جاهز؟ يلا جاهز. يلا. جيب سكاكين؟ جيبهم من ورا. يلا. كان استاذ واحد شاي حضرتك؟ نعم. وواحد ينسون نعم. زهرة نعم بأمرك. حضرتك استاذ؟ واحد سكالوب بس بدون ملح يرضى عليك لأنه معي ضغط. سكالوب بلا ملح نعم. وعلى الملح بأمرك. أهلا وسهلا فيك. ممنونك.